واحد السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وصبحتم مزيان. هذا الفيديو بغيت نبارطاجيه معاكم حيت كنت صورت هذه واحد المده، صورت السفر ديالي لفرنسا حيت قبل ما نجي هنايا لبولونيا او بولندا كنت مشيت لفرنسا باش ناخد واحد التجربه جديده وهي العمل، باش نوفر شويه الفلوس باش نجي لبولونيا باش نكمل القرايه ديالي. والصراحه كانت واحد التجربه زوينه، يعني ما خدمتش بزاف ولكن تعرفت علي على ناس جداد وتلاقيت مع ناس قدام، وصراحه كانت واحد التجربه زوينه بزاف حيت انا عندي الوالدين ديالي عايشين تما في فرنسا، ومشيت يعني باش نشوف العائله طبعا وطبعا باش نخدم، ولكن كانت الظروف ما مساعداش بزاف وخدمت يعني ايامات قلال، ولكن الحمد لله الله يجعل البركه. وبغيتكم تمشيو معايا وتشوفوا المناظر اللي شفت تما في فرنسا، غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله، وها هو الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله يعني ولا كنتو عندكم اسئله طبعا كما قلت لكم ديما غادي نقول لكم، الا عندكم اسئله مرحبا بكم، انا ما عندي حتى مشكل باش نجاوبها، وتبارك الله عليكم وساعه سعيده، يلا مع السلامه.